الجبل بيحضنها صور صخور دواجي على قمة الجبل بيحضنها صور صخور كل ما تضل الشمس بيلمع بضو الشمس بيلمع بضو الشمس كالملون بيلمع بضو الشمس زيدي عدو قهري تنقول نياك يا مسخمة يا ملطمة اصحي على حالك زيدي عدو قهري تنقول نيالك يا مسخمة يا ملطمة اصحي على حالك زيدي عدو قهري تنقول نيالك وانت نازل يما من القدس عيافة عايدك اليمين لفتها وبعدها بشوي عالشمال دير ياسين وبعدها بشوي كالونيا تتصل القسطل قسطل بحب عياد المخسوفين وحماية الطبيعة معيدين أميل عليها واتشعبط على صخورها واقطف من زتوناتها اللي بقوا زرعينهم أهل البلد واترحم على اللي زرعهم وادعي لأهله برجوع بجنبهم بقت الأرض تغل فواكه وخضار وحبوب 42 دونهم حبوب 169 بساتين 50 دونم زيتون أدور بين خرايبها اللي بقوا عايشين فيهم 104 بني أدمين قبل ما دمروها هاي التراب من عندك يا علي يا أحمد اسند السنس ليما يا أحمد يا أبو سليم الحق أم سليم جاي بالزوادي وهي بتستناك تحت الزيتون الحق لتقول لك إياهن الفاتحة على مقام الولي الشيخ الكركي كل ما مر من هالطريق بشوف الدبابات اللي بتروح باب الواد الدبابات بتشهد على المعركة بغمض عيوني وبصير اتخيل اصوات المجاهدين مدافع المورتر اصوات الجرحى انين هون بشوف عبد القادر الله يرحمه خمسين نيسان 1948 شايفة كتيبة البلماخ الرابعة بتهاجم القرية وبتحتلها واحدة من المغاوير هجمت على القرية قبل الفجر ولحقتها باقي القوات المعارك استمرت بمحيط القرية كم من يوم وخمسين مجاهد خمسين مجاهد من أهل البلد بيدافعوا عنها وما استسلم إلا ما خلصت ذخيرتهم المحتلين اللي تابعين للحقنا سيجوا مواقعهم وصارت الطيارات تقصف القوات الفلسطينية بالقنابل
7 نيسان 1948 عبد القادر الحسيني بدمشق عشان يجيب سلاح. بيقولوا له القسطة سقطت بدين الصهاينة. بيسلم عبد القادر آخر رسالة للجنة العربية وبيحمل حاله وبيرجع وبإيده نص كيس رصاص. الجهاد المقدس، القيادة العامة، القدس، 6 نيسان 1948. السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية القاهرة، إني أحملكم المسؤولية بعد أن تركتم جنودي في أوج انتصاراتهم بدون عون أو سلاح. عبد القادر الحسين. 8 نيسان الدنيا الصبح، عبد القادر بيوصل القدس وبيجتمع بقيادة الجهاد المقدس. نص كيس رصاص، وشو حكولك؟ بدهم إيانا نتركلهم المعركة وهم بحرروا فلسطين لحالهم. يعني اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. إن الله خلينا بالمهم مثل ما اتفقنا. على الميمن يحافظ بركات من الجهة الشرقية، والميسرة من الجهة الغربية شيخ حرام بن جازي، وفي القلب إبراهيم أبو دي مع فصيلين، وأنا بضل في مركز القيادة معي فصيلين الإسناد. توكل على الله يا رجال. لا إله إلا الله. استشهد عبد القادر الحسيني ولحقت القوات تشيعوا في الأقصى ومعهم المجاهدين. ويا عبد القادر ويا برج عالي مهزوك وبضرب الفشاك والمدفع مهزوك، ويا عبد القادر ويا برج عالي مهزوك وبضرب الفشاك والمدفع مهزوك. هجنا واشترن وإرجون مهزوك لغير الوطن ما تحسب حسابي. يا ليلي يمكن نسيت مين أنا ونسيت آهاتي. لا تظني دمعي خوف وانده لخياتي. دمعي على هالوطن، دمعي على هالوطن.
قد ثواروا. دخلوا القرية وبدت المذابح وبدأ التشريد. وسيدي يما حجي صالح المخاير الكركوزاتي ايش صار فيه؟